كما تعلمون بأن الجرائم الإلكترونية في تطور مستمر، والقيادة العامة لشرطة الشارجة ارتأت بعمل حملات توعوية لإيصال أكبر قدر ممكن من التوعية لكافة أفراد شرائح المجتمع. حملتكم واعياً استمرت لمدة شهر، والمستفيدين من الحملة 1,018,000 شخص من داخل إمارة الشارجة وخارجها، بالإضافة إلى المشاهدين عبر التواصل الاجتماعي. ساهمت الحملة في خفض الجرائم الإلكترونية وتوعية الجمهور بأساليب وطرق العصابات الإجرامية وكيفية الحفاظ على حساباتهم وبياناتهم الشخصية. تم التركيز على العديد من الوسائل والأساليب المختلفة لإيصال أكبر قدر من التوعية للجمهور، ومنها منصة في سيتي سنتر الزاية للتسوق. تم عمل منصة للتواصل مباشرة مع كافة أفراد الجمهور، وخصصنا الألعاب التقليدية وبعض الفعاليات اللي ممكن نحن نتواصل مباشرة مع أولياء الأمور، حيث تم تقريبا 4,000 زائر خلال 3 أيام لمنصة الزاهية سيتي سنتر للتسوق. بالنسبة للرسائل الاحتيالية، هناك عدة رسائل من عصابات النصب الاحتيال، وهي محتواها أن هناك شحنة وصلت إليك وإمكانك الحصول على الشحنة بدفع مبلغ بسيط مثلا، ومرفق بالرسالة رابط معين، فحين إدخال الرابط يطلب منك دفع مبلغ بسيط 7 دراهم مثلا لإيصال الشحنة، وحين تتم عملية الدفع يتم خصم مبالغ أخرى من حسابك. فننوه على الجمهور التأكد من الرابط نفسه والتأكد من الموقع نفسه، بالاتصال بالموقع نفسه، ولا ما يعتمدون على المواقع الوهمية والتي تصلهم عبر الرسائل النصية أو عبر التواصل الاجتماعي. معظم الرسائل التي تصل للضحايا منها اتصال من عصابات تدعي أنهم يعملون في مصارف الدولة ويطلبون منك رقم البطاقة الائتمانية، وننوه على الجمهور وتأكد من مصدر المكالمة. هناك عدة طرق للإبلاغ، منها عن طريق مراكز الشرطة بإمارة الشارجة، ومنها التواصل المباشر مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية، مكتب الجرائم الإلكترونية على الأرقام الأرضية أو الواتساب المخصص لفرع الجرائم التقنية، أو عن طريق مركز الشرطة بهاتفك. ننصح كافة أفراد شرائح المجتمع عدم التجاوب مع عصابات النصب والاحتيال، والتعاون مع الجهات الأمنية، بالإضافة إلى عدم مشاركة بياناتهم الشخصية أو أي بيانات خاصة مع أي طرف يحاولون الاستيلاء على أموالكم بطريقة أو أخرى.